السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد في القناة. معكم ليلى، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم وانتم بأتم الصحة والعافية. ان شاء الله نحضروا مع بعضياتنا قريشلات روعة روعة بوفينو والفورس ومنسمين بمذاق هائل جدا. كنتمنى انكم تجربوهم، اكيد غادي ينولوا استحسانكم. الى كنتوا اول مرة كتشاهدوا الفيديو او كتزوروا القناة، مرحبا، انضموا للقناة بالضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس دائما توصلوا بالجديد. بسم الله على بركة الله، نبداو بالمكونات والطريقة، تابعوا معي الفيديو للأخير وفرجة ممتعة. إذا بالنسبة للمكونات، فغادي نحتاج هنايا 250 غرام ديال الفينو أي دقيق الصلب، أوكي. عندنا كذلك 350 غرام ديال الدقيق الأبيض خاص بالحلويات، واحد 100 غرام حتى 120 غرام ديال السكر الخشن سنيدة، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز الفورية، هنحتاج واحد ساشي من خميرة الحلويات من وزن 8 ديال الغرام. عندي هنايا واحد جوج حتى ثلاثة المعالق كبار ديال الزنجلان، مع جوج معالق كبار مخلطة ما بين النافع وحبة حلاوة، صهدتهم كاملين في واحد المقيلة غير يتصهدوا، ما نحمروهمش. غنحتاج واحد ربع كأس من ماء الزهر، ربع كأس فايت بواحد شوية ديال الزيت نباتي، واحد 80 غرام حتى جوج معالق كبار ديال زبدة تكون بحرارة المطبخ، بيضة واحدة، شوية ديال الروح ديال الزهر، ربع ديال الحليب يكون دافي، وواحد رشة ديال الملح. صافي، هنا غادي نضيف كيف قلت لكم رشة ديال الملح، وغادي نخلط هاد السكر مع الخميرة وشوية ديال الحليب على هذا الشكل باش نذوبوهم. فوالا، اوكي. وغادي نبدا كنخلط المكونات كامله مع بعضياتها. غادي نضيف الكل، نخلي غير الزبده حتى الاخير، عاد غادي نضيفها. اليوم اختاريت انني نعجن بيدي، شحال هادي ما عجناش او انا ما عجنتش بيدي، فاليوم نرجع لايام زمان. دونك نضيف جميع المكونات، بسم الله، نضيف باقي الحليب، حاولوا تضيفوا هاد الروح ديال الزهر، راه كيجي فيه واحد المذاق خطير جدا. ما توفرتوش عليه، اكتفي فقط بهذاك هذاك الماء زهر، ولا ممكن تعودوه بساشي ديال السكر زهرة البرتقال، او الى ما كنتوش كتعجبكم المذاق ديال الزهر عودوه بالفاني، كيبقى لكم الاختيار. دونك نجمع الخليط حتى تنسجم العجين كامله، غادي نبدا كنضيف الزبده شوية بشوية. وبالنسبة للخليط راه ضروري خصو يكون خفيف، لأنو القراشل ما تيبغيوش يكون العجينة ديالهم ثقيلة. صافي، هنا غادي نبدا كنضيف الزبدة بشوية بشوية وأنا تنخدمها. ملي غادي نبدا كنضيف الزبده غادي تبدا كتحيد ليا من يدي، ما تبقاش لاصقه في اليد. دونك غندخل فيها هاد الكميه ديال الزبده كامله، حتى كتنسجم كامله مع بعضياتها.
نتوما كيف كتشوفوا كنتحصلوا على هذا الشكل صافي. كيف كتشوفوا كنتحصلوا على عجين بهذه القوام. هانتوما كيف شفتوا راه كيفاش كانت كتلصق وشوف كيفاش ولات. يعني هذيك الزبده كتعطينا الطوع اننا نخدموا العجينه مزيان مزيان. دونك غادي نخليوها نغطيوها نخليوها حتى هي كتخمر ويدا الحجم ديالها غادي نتلاقاو باش نشكلوها ان شاء الله. اذا كيف كتشوفوا من بعد ما كي تخمر العجين وكيضاعف الحجم ديالها دابا غادي نقسموها نشكلوها كويرات بالحجم اللي نتوما باغيين. انا مثلا غادي ندير فيهم داك 100 غرام 110 غرام بغيتهم يكونوا مويان يعني ما كبار ما صغار. اوكي نكورهم ونوضعهم في الطاوله اللي غادي يطيبوا فيها. من الافضل تعبروهم باش هكا تيجيكم كاملين بشكل واحد ما كتجيش وحده كبيره وحده صغيره لانه حتى المنظر كيلعب دور. هنا حتى نكمل العجين ديالي كامل. اذا من بعد ما نتايت من تشكيلهم غادي نضغط عليهم غير واحد شويه بهذا الشكل وغادي نخليهم يخمروا للمره الثانيه. ما غاديش ياخذوا وقت كثير لانه اصلا راهم خامرين. بعد غادي ندهنهم بالبيض ونرشوا عليهم الزنجله وندخلوهم الفران. المهم غادي نخليهم يعاودوا يخمروا ونعاودوا نطلقوا ان شاء الله. غير هو حاول ما تضغطوش عليهم بزاف باش هكذا يجيونا منفوخين. اذا كيف كتشوفوا من بعد ما ضاعف الحجم ديالهم عندي هنايا صفار البيض زدت له واحد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان واحد القطيره ديال الحليب غير باش تذوب لينا داك القهوه. غادي ندهنهم نرشهم بشويه ديال الزنجلان وندخلهم الفران على درجه حراره 180 نخليهم يطيبوا. ما كياخذوش وقت كثير من واحد 10 دقائق بحال هكا تيكونوا واجدين. انا الفران تنشعلو من التحت ومن الفوق. كان عندنا الفران العادي فكنشعلو من التحت حتى كيبداو يتنفخوا ويتحمروا من التحت ونعاودو نشعلو عليهم من الفوق باش يذهبوا. دونك ندخلهم يطيبوا ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفهم في الشكل النهائي ديالهم. اذا كيف كتشوفوا هذا الشكل النهائي ديال القريشلات اللي حطينا اليوم مع بعضياتنا كيجيو رائعين. نتمنىكم فعلا تجربوهم اكيد غادي يعجبكم. هانتوما كيف كتشوفوا راه كيجيو منسمين وشوفوا داك الصفوريا اللي فيهم ديال الفينو فعلا روعه روعه. كنتمنىكم تجربوهم. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم تخليش عليا بلي لايك وبارطاجي مع الاهل والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد. شكرا بزاف على المتابعه. الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.